من استديوهات ام بي سي ببيروت، انتوا صوتوا وانت اخترتوا، يا ترى مين ما كان التصويت مساعده؟ كارمن، اعصابك كيف؟ اصلا ما فيش اعصاب اساسا. كارمن، انت بتعرفي كثير منيح انه لجنه الحكم دائما كانت عم تدعمك. الحمد لله. بس بعرف كثير منيح انه شو ما كانت النتيجه ما رح تنسي ابدا اجمل الذكريات اللي عشتيها بعرب ايدل. اكيد. خلي دائما اعصابك قويه. يوسف، رجعت لك مره ثانيه. طب ولا نسيتني؟ اخ توقف نسي. يوسف، انت اسبوع كامل كان قاسي عليك حيل يعني. ممكن هذا الشيء يأثر على التصويت، ولا شو رايك احلام؟ ما يأثر ها؟ اوكي. دنيا، انت في مرة كنت في مرحلة الخطر؟ لا. ولا مرة كانت في مرحلة الخطر. طيب، الليلة راح نعطي النتيجة ونشوف منو اللي راح يغادر البرنامج. واكيد الاسامي اللي ما راح نقولها هم الاثنين اللي راح يكملون المشوار في عرب ايدل. المشترك اللي نال اقل نسبة تصويت والليلة راح يغادر البرنامج. كارمن، وادعي يوسف. يوسف راح يغادرنا. يوسف للأسف هيدي نتيجة التصويت، وطبعا رح نشتاق لك نحن كثير، بس نحن لازم نودعك هلا ونتمنى لك مستقبل باهر، واكيد انت نجم من نجوم عرب ايدل. انت يوسف تامن شخص لازم يغادرنا. ندعي لك بالتوفيق. خلينا نحن والجمهور نسترجع اجمل لحظات ما فيها يوسف بعد الاعلان. شوف الوافه هي، انا هذا كان حلمي، هذا شرف الي وتاج على راسي. هذا انبسطت اني وصلت لمرحله يعني الحمد لله كثير منيحه، مبسوط اني قدرت اتخطى المراحل هاي كلها، واتمنى يعني اني كنت مشترك خفيف عليكم ودخلت قلوبكم وكنت مشرف بلدي بصوره حلوه. لسبب تزعل وتجرح بالكلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح. فتره اللي قضيتها بالبروجرام كانت احلى ايام حياتي، كل مرحله كنت بتخطاها كانت يعني زي دعم لي وتعطيني ساء اكثر بحالي. يوسف عرفات، انا اشتاق كثير طبعا لاصحابي مشتركين، يعني عشت معاهم فتره والله زي يعني صاروا زي اخواني بالضبط. مبسوط كثير اني قابلت استاذ راغب والاستاذ احلام والاستاذ حسن الشافعي، وكانوا عم بيعطوني تعليقات يعني حلوه وكانت زي ما شهاده لإلي. يعني كان دائما عندنا اجماع انه انت صوتك كثير حلو. من زمان ما سمعت صوت بهذه النقاوه. صوتك في شخصيه رهيبه. ان شاء الله ما هوقف انا، والمشوار لسه ما انتهى، ان شاء الله هستمر وتشوفوني ان شاء الله قريب. قبل ما نختم، تفضلي، كيف تتكلم عنك؟ يوسف من الاصوات الرائعه اللي كانت معنا بالبروجرام، وكنا نتمنى انه يضل معنا الفاينل. لا حبيبي، بعرف دنيا يوسف يمكن باكيد رح يكمل مسيرته الفنيه، واليوم وانا حابه اشكر كل الناس
اللي دعموني أنا شخصيا من الخليج ومن كل العالم العربي. وعاش الملك محمد السادس. شكرا لك دنيا. موعدة معاكم. أنا لازم أحكي يعني أول شيء بحب أتشكر الأم بي سي وكل الناس اللي تعبت معي في الأم بي سي. وعن جد بتشكر لجنة التحكيم لأنه والله العظيم أنا أنتوا صرت عيلتي ومحبتكم هتكون دائما في القلب. وإن شاء الله يعني أتعامل معاكم مش لازم فنيا بس نكون أصدقاء لأن عن جد حبيتكم. وبدي شكر خاص طبعا للمايسترو إلي العليا لأنه الصراحة أكثر من أكثر ناس هو بجنبي ودعمني, كمان الملحن عصام كمال وكل الناس اللي دعمتني. وبدي أشكر دولة الأردن ودولة الكويت ودولة فلسطين وكل الدول العربية كلهم دول وإحنا كنا أخوان. وعن جد أنا والله وصولي هون أنا والله مو زعلان, فرحة لإلي والحمد لله أهلي مبسوطين فيني وكسبت رضا الناس رضا الأهل, هذا أهم شيء عنا. وإن شاء الله بإذن رب العالمين هنستمر وما هنوقف. وهلأ بلش التحدي وأنا بحمد ربي وبشكره مليون ألف مرة. وبدي أقدم تحية لكل الناس وكمان شكر خاص مرتين لقناة الأم بي سي لما تعبوا معنا عن جد. أكيد شكرا لك يوسف. أكيد موعدنا معاكم أسبوع القادم ليلة الجمعة الساعة 9:30 بتوقيت سعودية, يعني في حلقة النهائيات مشتركين اثنين راح يكملوا المنافسة على قلوبكم وتصويتكم إلى حين شخص واحد ينال اللقب.